هل هناك جديد فيما يتعلق بحسام عاشور؟ هل اللاعب رد على النادي الأهلي في جزئية اعتزاله من عدمه؟ هل النادي الأهلي تحدث مع حسام عاشور؟ أي من الأمور الرسمية اللي نقدر نقولها للجمهور وياخد الصبغة الرسمية من النادي الأهلي؟ يعني حسام عاشور ابن من أبناء النادي الأهلي وقائد للفريق الأول لكرة القدم حتى اللحظة. الحقيقة أنه أنا في تقديري أنه حسام نظرا لمكانته وقيمته زي البيان اللي طلع وزي حرص الكابتن محمود الخطيب انه يقعد معاه حتى بعد لجنه التخطيط ما قعدت معاه، ده بيعكس قد ايه النادي الاهلي حريص على ابنائه اللي اعطوا الحقيقه يعني اكثر من 15 او 16 سنه منذ الحقيقه لا اكثر، حسام 34 سنه وصعد للفريق وهو عنده 16 سنه، فالحقيقه انه بقاله 16 سنه بيلعب بقميص النادي الاهلي يعني فالحقيقه لم يخرج حتى لاعاره، لم يثر مشكله مره عند التجديد او خلافه، لم يختلف مع جهاز فني، كان دايما نموذج للاعب المحترم، فحسام ابن من ابناء النادي الاهلي. والله هناك رؤيه فنيه اتعرضت على حسام وما زال حتى اللحظه النادي بيؤكد له يعني تمسكه به وانه احد ابنائه وانه له مستقبل ان شاء الله واعد في النادي الاهلي اداريا وفنيا، فنتمنى انه يعني حسام ما زال يعيد التفكير، طلب مهله لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب بيحترموا جدا هذه الرؤيه، والنادي الاهلي مع حسام عاشور حتى النهايه لن يتخلى عنه بكل تاكيد ابراهيم، الا اذا كان حسام عنده راي اخر، لكن انا في تقديري الخاص انه حسام ايضا يدرك قيمه النادي الاهلي وحب الجمهور واصرار مجلس الاداره ولجنه التخطيط على التمسك به، فان شاء الله نتمنى له القرار الصواب باذن الله خلال الايام القادمه. ان شاء الله باذن الله.